بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا اهدنا وراجع بنا، اللهم يسر الخير كله وابعد عنا الشر كله، اجعلنا نتمتع بمحبتك، نفخر بالحضرة بين يديك. اللهم اجعلنا شهادا تماما تماما، واجعلنا على سيرة نبيك عليه الصلاة والسلام، اجعلنا نستغني بدينك الحليف عن كل اللئام. آمين يا رب العالمين. أما بعد، من جملة ما افتح ربي لنا بعد القرآن العظيم سيرة النبي عليه الصلاة والسلام العطرة، وكلامه الذي لا يستغني عنه حكيم. من جملة ما أوصانا به في سورة هي جميلة، أوردها ابن ماجة وغيره عليهم سلام الله ورضاه، يقول عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أو تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله. شوف الناس حقيقة يقبلهم ربي، هذا صحابي مش معروف ياسر. قال: جاء رجل هنا نكرة، لكن شوف الصحابة رضي الله عنهم كلهم سواء كان عرب أسلموا وإلا حبر المسلمين، عبد السلام اليهودي الذي أسلم وأخلص بدينه، كانوا كلهم اتبعوا بحذافيرها وصايا رسولنا عليه الصلاة والسلام. هذا جاء وفعل مش حبيبه وطبق. أين نحن من هؤلاء؟ على لحفظ القرآن، لحفظ القرآن في القدس ولمتع في استشهاد بهذه المكرمات وهذه المعجزات، وندعي ان نكتب اثر رسول الله صلى الله عليه وسلم، واغلبنا هو ابعد الناس عن الاسلام والعياذ بالله. يا رسول الله، دلني على عمل اذا عملت احبني الله واحبني الناس. فاجاب نبينا عليه الصلاه والسلام وهو المعلم الاكبر بعد ربنا سبحانه وتعالى: ازهد في الدنيا يحبك الله. ما تكونش تابع للدنيا، هي تسعى وراءك، تسعى اليك. وبعد التحديث اللي يترك الهروله وراء الدنيا هو المسلم حقا. ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في ايدي الناس يحبوك. علاقتك بالله ثم علاقتك بالناس، لا مفر من العلاقة. إذا كان حل الزهد في ذاتك فأنت من المحبوبين عند الله، وإذا زهدت فيما بأيدي الناس كانوا من الناس اللي يعظمون شأنك ويرومونك ولا يمقتونك. وقال سيدنا عيسى كرم الله وجهه في الأثر، قال: سيدنا عيسى عليه السلام يدعى من يتبعونه أنه جاء للسلام فقط، لا هذا باطل. هو قال لأشباع علماء بني إسرائيل أنه سيسل عليهم السيف، سله في المرة الأولى ويسله عندما يرجع إن شاء الله، ويعلن الجهاد ويحارب الكنيسة ويفرض بنا ما فرضه رسولنا عليه الصلاة والسلام على أهل الكتاب. Thank you.
هو بحقيقة وبدأوا بكلام الله الصح قبل سيدنا موسى عليه السلام: اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزن. هي لازم فعلا نزعت بها لان هذا حكم الله بشأنها. اعلموا هذا سورة الحديد آية 20: اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار، الكفار هنا الفلاحين، نبات غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة هذا من الزاهد، وفي الآخرة عذاب شديد للكافرين ومغفرة من الله ورضوان للمسلمين. ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فعلا تغرنا الدنيا ما دمنا غير مسلمين. عياذ بالله. لذلك روى البخاري أنا معاوية كتب المغيرة بن شعبة: اكتب لي شيء سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. فكتب إلي: سمعت عليه الصلاة والسلام يقول: إني أكره لكم ثلاثة. قيل وقال، هذا لا ليس بعلم الزهد في الدنيا بل هو اهتمام بها أكثر من الوهم وإضاعة المال كذلك. الزاهد لا مال له حتى يضيعه، يعني لا يلهث وراء تكسب إلا بالقليل نزل اللي يضمن له الكرامة والبقاء سليما. ونعم نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: القناعة كنز لا يفنى. والزاهدون هم الذين يطبقون هذه القاعدة الذهبية. أنا لا أقول ذهبية بل هي قاعدة لا رفيعة الشان. وكبرة السؤال يسأل ماشي يستيقن وين مصلحته فين، وين يضرب أكثر، وين مش يعمل فخاخ أكثر، وين مش يكسب الحرام أكثر، ولا مش أكثر. ذلك في حديث نجد هذه الحقيقة: إذا أحب الله عبدا حماه من الدنيا كما يظل أحدكم يظل أحدكم يحمي سقيمه أي مريضه يحمي من زيادة الأذى أو من بقاء الأذى سقيمه الماء. وقال يحيى بن معاذ الرازي رحمه الله تعالى: ترك الدنيا شديد فعلا ما يقدر عليه الا العتاد الاقوياء بالايمانيه، وترك الجنه اشد، وان مهر الجنه ترك الدنيا. كذلك السلف كانوا يقولوا: لو كانت الدنيا لؤلؤه تفنى والاخره خرقه تبقى لكان ينبغي للعاقل ان يؤثر ما يبقى على ما يفنى، فكيف والأمر بالعكس. كذلك نعرف احنا في الإسلام الحكم من هذا الكلام: من أسف أو حزن على دنيا فاتته اقترب من النار مسيرة ألف سنة، ومن أسف على الآخرة ومن أسف على الآخرة فاتته اقترب من الجنة مسيرة ألف سنة. برشا أخوان برشا. نرجو سيدنا عيسى عليه السلام: يا طالب الدنيا
يتبرى تركك للدنيا أبره، يتبرى أي تكون بار بنفسك، تركك للدنيا أبر، يعني أنت تبر بنفسك، لأن وقت تزل الدنيا تبرها أكثر، يعني كنا تبر ربي لأنك صدقت المولى أن لا بقاء إلا لوجه تعالى، والمتاع اللي أنت تخوض فيه ليس بدائم والمتاع. كذلك ما ورد وصف لما تفعل الدنيا بمن آمن بها وجرى خلفها، هي الدنيا تقول بملء فيها حذاري حذاري من بطشي وفتكي، فلا يغررك فلا يغرركم مني ابتسام، فقولوا ولقولي مضحك مضحك والفعل قلق، فقولي مضحك والفعل مسبك ولمسبك. كذلك يقول شاعر: لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. النفس ترغب في الدنيا وقد علمت أن الزهادة في الدنيا ترك ما فيها، ولكن وقد علمت أن خمسة كذلك يجوز في هذا البيت، تغرس وصول التقى ما دمت مجتهدا، ما دمت عندك إرادة القرب من الله وسوء الدنيا والتودد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحياء سنتي بفعلك وسيرتك، فاغرس أصول التقى ما دمت مجتهدا ودمت عندك طاقة وطاقة التخطيط والتنفيذ فيما يصلح بك دنيا وآخرة، فاغرس أصول التقى، أسس التقوى العامية لا ألقاء المتكلم عنها، فاغرس أصول التقى ما دمت مجتهدا واعلم أنك بعد الموت لاقيها. كذلك ومن يذق الدنيا فإني طعمتها وسيق إلينا عذبها وعذابها، فلم أرها إلا غرورا وباطلا كما لاح في ظهر الفلاة سرابها. ثم السراب ماذا جنى على الناس الذين يعيشون يلهثون وراء السراب، واقرأوا بعض آيات سورة النور: وما هي النجيفة مستعيلة، يعني ثانية متعفنة، عليها كلاب همهن اجتذابها. وطلاب قال النبي عليه الصلاة والسلام: طلاب الدنيا هما كلاب، العيال أجر الله من الانتساب إليه، فإن تجنبتها كنت سلما لأهلها، وإن تستذبها ما زعتك كلابها، والآيات لك طلابها، فدع عنك فضلات الأمور فإنها حرام على نفس التقي ارتكابها. كن زاهدا فيما حوت أيدي الورى، أي الناس تضحى أي تسلم وتبدأ طريق آخر إلى كل الأمانة حبيبا كل مقرب ومحترم عندهم. أو ما ترى الخطافة حرم زادهم فغدا رئيسا في الجحور قريبا. كذلك نختم حديثنا: الناس إخوانك ما لم تكن تطمع فيما عندهم من حطام، هذا تطبيق لحديث النبي عليه السلام، فإن تعرضت لأموالهم كنت عدوا لهم. والسلام أي السلام عليكم يتمنوا لك الخروج من البلاد. تورع، قال الآخر يقول تورع عن سؤال الخلق طرا، أي كله لا تستطيع من واحد، تجيش لواحد منهم تختار تقول هذا بشكل منه، لا تطلب من أحد إلا الله، وسل ربا كريما ذا إبات،
يعني مش يشكر هو الله. قال ربكم ادعوني استجب لكم، ووعدنا بحياه طيبه ما استحكمنا وما زهدنا في الدنيا، ودع زهرات دنياك اللواتي تراها لا محاله باهمات. ارز هذا في روح وراحه، قلوبهم عن الدنيا مزاحه مبعده. اذا ابصرتهم ابصرت قوما ملوك الارض سمتهم سمح اينا يميز من غيرهم سامحين مرتبين ما هوش حد ما هوش غيرين الا وجه الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ورحمه الله.